وأكيد هذه واحد دفعة إيجابية بالنسبة لي في المسيرة الكروية ديالي. كنبغي نشكرهم من هذا المنبر هذا، لا بالنسبة لي صوتوا لي في أرض الوطن ولا خارج الوطن. كنبغي نشكرهم وكنقول لهم حنا من غيركم والو. كنتمنى أننا إن شاء الله نكونوا في حسن ظنكم، لا بالنسبة للسنوات اللي فاتت لا بالنسبة للسنوات اللي جاية إن شاء الله. وحنايا بدورنا كنبغيو أننا نقدموا كل ما عندنا، لا بالقليل ديالنا لا بالكثير، باش اننا نكونوا في حسن الظن ديالكم ونفرحوكم في جميع المقابلات اللي كنلعبوها. واكيد المنافسه ديما تكون خويا، فاكيد في المنتخب كل اللعاب المزيانين هما اللي كيجيو، كتبقى منافسه شريفه بالنسبه لنا لاننا كنلعبوا على كنلعبوا كاملين باش تبان المنتخب المغربي في صوره ايجابيه. لا بالنسبه لي لعبت انا، لا بالنسبه للعب صاحبي، راه اكيد الهدف ديالنا واحد. واكيد اي واحد اي مقابله، لا بالنسبه لنا حنا كنبغيو اننا نماركيو حيت كل واحد كيدير خدمته. وكنتمنوا اننا ان شاء الله كما قلت لك نبانوا في واحد الصوره ايجابيه ونحققوا المبتغى ديالنا ونفرحوا الجماهير المغرب كامل ان شاء الله باذن الله. اكيد ان شاء الله دائما اي منتخب كما قلت لك كيبغي انه يكون في التظاهره الكبيره هذه كاس العالم. كنتمنى اننا ان شاء الله نكونوا في كاس العالم اللي جاي، لا بالنسبه لا نضمناه حنايا لا بالنسبه لا نضمو شي واحد اخر، المهم اننا نكونوا فيه. وكنتمنى اننا ان شاء الله نضمو حنايا في المغرب باذن الله.